بشكل عام المرأة الجميلة عندها مهمة أصعب من غيرها، إنه تثبت موهبتها، إنه تقول للآخر تخطى شكلي، فوت على عقلي، شوف كيف بفكر، شوف إذا عندي شيء مهم قوله، وهيدا طبعاً بيرجع لإلها، هي كيف عم بتقدم حالها، هي كيف عم تطرح حالها بالحياة. خلونا نفهم من خلال جيني أسبر هالصبية الجميلة اللي دخلت على عالم التمثيل وصارت نجمة وطالتها كتير من الاتهامات. شو قصة جيني أسبر؟ هل هي جميلة وبس أم هي جميلة ولكن؟ نسمع قصتها. يا أهلا، هاي، أهلا بنجمة السورية المحبوبة جيني أسبر. اسم الله عليك، شو هالحلو حبيبتي. من بعدك رابعة، انت كل مالك عم تحلي وعم تنوري. تسلمي بوجودك يا حبيبتي. جيني، انت هالصورة اللي كتير حلوة اسم الله، جاي من أصول الأم أوكرانية والبي سوري، جيتي على الشام صبية حلوة ما بتعرف تحكي عربي، بعدين مزبوط بدها تكون ممثلة طبعا، والتمثيل مهارة، لغة، أداء، صح مزبوط. شو صار معك؟ صار معي كتير اشياء بصراحة بالبداية، يعني كتير مطبات تعرضت لها، وخاصة انه ما كان عندي خبرة بشي، يعني لا عندي لغة ولا عندي خبرة كيف اتعامل مع الناس، لانه انا جاية من بيئة مختلفة تماما، من بيئة غربية لبيئة شرقية. بنفس الوقت مهنة جديدة، انا ما درست التمثيل، انا درست كلية تربية بدنية ودرست تغذية، يعني فكان كل شيء جديد علي، كان صعب كثير يعني بالبداية بصراحة. تعبت وتعرضت لمطبات وانظلمت، أنا بعتبر حالي أنه ببداياتي كثير انظلمت. أنت ظلمتي نفسك أو المجتمع أو الآخرين ظلموك؟ لا، مو قصة أنه أنا ظلمت حالي، بس يمكن انفهمت بطريقة مختلفة. خيارك ما ظلمك؟ يعني لما نحن نختار مهنة ما نكون عنا ممتلكين لأدواتها، فنعتبر دخيلين على هيدا المهنة. ليكي، وقت بيكون عندك طموح وبيكون عندك هدف وحب لشيء، فأنت بتحاولي تصلي له شو ما كانت الطرق. يعني بمعنى أنه أنا صح ما درست معهد التمثيل ودرست كلية رياضة، بس أنا كنت حابة أصير ممثلة، فلقيت حالي أنه أنا يعني إذا فتت على الوسط واشتغلت فأنا بتعلم، وكان مثل كتار يعني في كتار من الممثلين ما درسوا بالمعهد وفاتوا وتعلموا وصاروا نجوم كبار. يعني يمكن لأنه أنا ما كان عندي لغة، أو يمكن لأنه أنا جاي من بيئة غربية ما كتير كنت انفهم صح. يعني اليوم ممكن أنا كنت إذا كتير كنت لوفلي مع العالم فانفهم بطريقة غلط، أنه يعني أنه شو انفهمتي غلط؟ هلا ممكن لأنه أنا لوفلي انفهم بطريقة أنه أنا بنت سهلة أو ما عندي مشكلة بالشي، يعني أنه إذا يعني هل حكى أنه جيني أسبر هي بنت سهلة؟ هلا ما هيك القصة، بس ببداياتي لأنه أنا في عندي شرج غربي وكنت عايشة برا، بلس أنه أنا حدا كنت أشتغل بالفاشن، بحب الفاشن كتير، بحب الفاشن من نظرة الجمال، يعني أنا بحب ألبس فاشن، لا بحب الأنسة الجميلة، يعني بحب الأنسة على الموضة. أو بس فهمتي أنه طبعاً أنه أنت بنت سهلة معناتها أنت ممكن تعملي أي علاقة مع أي شاب من دون زواج مثلاً؟ ممكن طبعاً، يعني ممكن ما بتعرفي شو بيخطر، لكل إنسان بيفسر هذا الشيء بطريقته. يعني أنا هذا بالنهاية مو ذنبي، أنا ذنبي أنه أنا في حد وقت بحس حالي أنه لا لهون وبس، يعني انت تجرأت كثير او طولت كثير لهون وبس. اي متى قلتي بالتمثيل تحديدا لهون وبس؟ هلا ليكي، قصدك بالادوار يعني بالحياة؟ خلينا نقول بالحياة، فيك مرق كثير يعني عندي انه انفهم بطريقه غلط، انه وخاصه ببداياتي، يعني انه اكيد كل وحده الحمد لله أنا ما تعرضت كتير لهذا الموضوع، لأنه أنا زواجي قريب، يعني ممكن هو كان سبب حماكي؟ أنه حماني بهذا الوسط، ويمكن لو ما تزوجت ما كنت تابعت بهالوسط، لأنه هو وسط صعب، ووحدة كتير لازم تكون ذكية ولازم تفكر صح ولازم تختار الصح. الوصول بهالوسط للبنت السهلة أسهل يعني من البنت الصعبة؟ أسرع وأسرع؟ أسرع أسرع، بس هي يعني بتوصل بس ما بتبقى. بس انت نقال عنك هيك؟ انا انحسبت هيك لانه لقلك ليش.
أنا فتت على الوسط ما عندي كل الأدوات المهنة، ما كان عندي لغة، ما كان عندي خبرة، كل شيء اللي أنا بملكه هو أوكي أنا كنت ملفتة وبنفس الوقت شكلك باسبور تماما وكان عندي طموح، يعني طموح ومو بس طموح، كان عندي طموح وكان عندي هدف وكان عندي اجتهاد وصبر. يعني أنا ما كنت من البنات اللي بدي هلأ أصير نجمة، أنا كنت أقعد بالساعات استنى دوري ليصل مشهدي وتفرج كيف الممثلين عم يمثلوا لأتعلم، مو بس أتعلم كيف عم يمثلوا، كيف عم يتعاملوا مع الكاميرا مع الإضاءة، كنت أحترم هذا الجهد والتعب، وبنفس الوقت كنت عم حاول قدر الإمكان أنه أنا أوصل لهذا الشيء. يعني كان عندي حب أنه أنا أوصل، بس أوصل بتعبي وجهدي، يعني ما عندي مشكلة. وأنا أخذت وقت طويل على فكرة لحتى أخذت يعني بطولة أو لحتى أخذت حقك نوعا ما. جاني بدي بلش بهيك إجابات كتير سريعة وقل لك الأشياء اللي بتنقال عنك. أوكي قلي لي إذا صح ولا لا. وهذا بينقال، بيقولوا عنك من فوق لتحت عاملة تجميل. كمان لا، هذا الشيء غلط، لأنه ببداياتي أنا دخولي على الوسط كان من خلال انتخاب ملكة جمال الساحل وانتخاب ملكة جمال مغتربين بأوكرانيا، فبالأساس يعني عندي مقاييس جمال، بس إجبار الواحد مع الوقت بيتغير. بس في أنه التجميل في يعمل تجميل أكيد طبعا، أنا ماني ضد، بالعكس أنا مع التجميل، وأنا بحس أنه خاصة نحن تحت الضوء كممثلات يعني طبيعي الوحدة تهتم بحالها، يعني هلأ البنت العادية عم تهتم بحالها، فكيف إذا ممثلة؟ بيقولوا انك حلوه وبس. اللي ما بيعرفني، بس اللي بيعرفني منيح بيعرف قديش انا عندي بعد ثقافي وانساني ومنطقي بالحياه. لا ما هو كمان المشاهد اللي بيشوفك كممثله ممكن يقول حلوه وبس، فالموهبه وين بينت؟ هلا ليك لاقول لك شيء، هلا لولا الموهبه ما كنت انا استمريت بهالوقت كله، يعني إلي 20 سنة بهذا المجال وما كنت أخذت أدوار مهمة وما كنت تعلمت هاي الأدوار. يعني أنا أدواري معلمة، يعني إذا بتطلعي حتى حجم الأدوار، يعني أنا ممكن ما أخذت أحجام كتير كبيرة، هلأ بصبايا أنا 5 أجزاء بطولة مطلقة، بس بأبو جانتي أنا عاملة 25 مشهد دور أم ليلى، ومع هيك علم. يقال أنه في رجل بيصرف عليك. يا ريت، وينه؟ الله يجيبه. هلا لو بتفتشي على، بتبحثي عن رجل اللي بيصرف عليك؟ انا بفتش على الاستقرار، انا بحب الزواج، انا مو ضد ابدا يعني فكره الزواج، بالعكس انا مع الزواج. ليه ما انك متزوجه هلا؟ ماني متزوجه لانه انا بقول الزواج دائما هو نصيب، بدك تلاقي شخص تعرفي تستمري معه، مو هو الشيء آني. يعني انا ممكن بصادف كثير رجال بحياتي، بس انا خاصه انا عندي تجربه، فدائما صرت انا بتطلع بشكل ابعد منطقي اكثر لموضوع الزواج، لانه هي مو موضوع انه نحن تزوجنا يلا انبسطنا عملنا عرس كلهم صورونا نزلنا على السوشيال ميديا. لا هو لا، اكيد في حياه عندك تجربه مختلفه بالزواج الجاني، انت تزوجتي من دين مختلف، صح؟ يعني زواج مختلط، انت مسيحيه وهو زوجك السابق كان مسلم. كيف الزواج المختلط؟ كيف عشتيه؟ بكل احترام ورقي بصراحة، هلأ بيني وبين زوجي ما كان في مشاكل بهذا الموضوع، لأنه بالأساس نحن اتنيناتنا متفاهمين وهذا الموضوع محترمين أديان بعض. أنت ممارسة لدين المسيحي وهو ممارس لدين الإسلامي؟ نحن هلأ ما فينك تقولي ممارسة، لا أكيد أنا مو كل أحد بالكنيسة وماني حدا كتير ملتزم للأسف يعني، بس أكيد أنا حدا كتير مؤمن وكتير بحب ديني وبحترم دين غيري، ومشان هيك أنا ما كان عندي مشكلة بالارتباط. غيرت ديانتك لما تزوجت؟ لا ما تغيرنا، بقيتي على دينك. بقيت على ديني. شو كان عقد الزواج؟ أنت تزوجتي بالمحكمة؟ بالمحكمة، بس حتى شرعياً إذا أنا بتجوز مسلم وأنا مسيحية مو شرط أنه أنا غير ديني، أنا فيني أبقى على ديني. قلت الشهادتين؟ كيف؟ قلت الشهادتين؟ لا أنا ما قلت الشهادتين لأنه أنا ما أسلمت. هلأ بيقولوا وقت بيأسلموا بيقولوا شهادتين، يعني هو إذا أنا حبيت مثلا إذا أنا متجوزة مسلم ومستقبلا حبيت أني غير ديني ممكن أقول شهادتين، بس أنا ما غيرت ديني، بس نحن كان عقد زواج على الشريعة الإسلامية تماما. نحن يعني حلاوة زواجنا كان أنه كل اثنيناتنا كنا بنحترم، يعني كنا نعيد بأعياد بعض وكنا نحترم أعياد بعض، وحتى مثلا وقت ولدت ساندي
ما كان عندنا مشكلة بهذا الموضوع. شو عملته؟ لا هي أكيد طالعة يعني هي لأبوها يعني أكيد هي بنت مسلمة تتبع ديانة أبوها، بس أكيد بنفس الوقت عمدتيها هي بالكنيسة؟ عمدناها، بس بنفس الوقت هي كيف بدي أقول لك، هي عم تتربى ببيت مسيحي فعايشة ضمن طقوس مسيحية. بس ببيت مسيحي يعني معك هي معي. ساندي معك طبعا. أوكي. بس بالنهاية أكيد هي بتدرس بالمدرسة ديانة إسلامية، وأنا بحاول ما أعمل هاي التفرقة بين المسيحية ولا مسلمة. هي على الهوية مسلمة، وقلتي لي بتتربى ببيت مسيحي، ما بضيع الولد هون؟ لا ما بضيع أبدا. بس يكبر شو بده يختار؟ لا لا أكيد قلت لك هي بالأساس هي بتعرف أنه هي بنت مسلمة وهي ديانتها إسلامية، بس مو غلط أنه هي تحترم مثل ما أنا بحترم الدين الإسلامي، هي تحترم الدين المسيحي وتعرف تعاليم الدين المسيحي. ليه ما تزوجتوا جاني زواج مدني طالما أنه اثنينكم تحترموا هالقد أديان ديانات بعض؟ هلا لأقلك شيء، أول شيء بسوريا ما في زواج مدني. ثاني شيء أنا ما بشوف سوريا. ما بشوف غلط إنه نحنا نكون متزوجين على الشريعة الإسلامية، طالما أنا بقيت على ديني وطالما أنا ما بدي أغير ديني، وما ما بيخل يعني هذا الشيء ما بيجبرني غير. ما فكرة ديني. الزواج المدني هلا تحمي المرأة، بتحمي حقوقها. هلا مو غلط، مو غلط أكيد يعني، بس بدك أنت المجتمع يتفهم هذا الشيء أو يتقبل. بحال زواج تاني بتفكري إنه تزوج مدني؟ هلا إذا في شيء ضروري لهذا الشيء ليش لا، بس أنه أنا مو مع 100% وماني ضد 100%. يعني أنا برأيي لا، كمان الزواج يعني على الشريعة مثلا الإسلامية أو بالكنيسة كمان بتحمي حقوق المرأة. جاني نحن هون شو القصة؟ يعني بدنا نعرف قصص الناس والنجوم. تزوجتوا وما كان في مشكلة بسبق، يعني الأديان ما شكلت مشكلة بين زوجين، بس أنتوا ليه طلقتوا؟ طلقنا لأنه وصلنا لطريق مسدود، ما عاد فهمنا، كان في أمور كثيرة ما بقى تفهمنا عليها، كل واحد راح بطريق. غير طعم التمر. ما هي المرأة عم تربي هذا الرجل، فهي المرأة أساس المشكلة، لأنه هي بتربي أنه أنت يا ماما مثلا بيحق لك، أنت صبي أنت شاب، بس البنت ما بيحق لها.
أنا أكلت كف، هو أكل عضة. أنت رديتي بعضة، يعني فيك تقولي هيك شيء. هلا ما بعرف مين بلش أول، هيدا اسمه عنف. يعني مو لهالدرجة، يعني هي نوع من التفريغ الطاقة السلبية فيك تقولي. تنصحي فيه؟ أحياناً إيه، ليش لا، إذا ما كانت كتير قاسية. يعني اليوم في كتير من يعني المدافعات عن حقوق المرأة بيسمعوك حيطلع يقولوا جاني أسبر عم بتشجع على العنف، إنه أنا أكل أتعرض للعنف من رجل وأسكت معناتها أنا امرأة خاضعة خانعة. لا أقول لك شيء، في جاوبي هون. إيه رح جاوبك. أول شيء، في دائماً بالحياة في مستويات، اللي بتتعرض للعنف معنفة، اللي كل يوم تاكل قتلة وبتنزرق وعلى حتى ولو مرة لا لا، هلا ليك لك شيء. هلا ما في مرة ما تقاتلت مع زوجها، وما في مرة ما وصلت لحد الانفعال، فهذا الشيء كتير طبيعي. ما في عيلة ما تقلي لي يعني انه في اثنين بيتقاتلوا بصوت واطي وما بيطلع صوته ولا بيطلع صوته. بيطلع الصوت. ايه بيطلع الصوت. هلا هو موضوع انه يعني تعنيف مختلف تماما. تعنيف انا بكون ما الي ذنب، عم بطبخ له طبخه وقاعد عم يقتل فيني، او مثلا اذا انا عم ربي الاولاد وطلع صوت ابني باكل قتله، هذا اسمه تعنيف. هذا اسمه تعنيف، انه مره تاكل قتله بدون سبب ولحد الكدمات ولحد انه وحده يصير عندها عطب. بس في شيء اسمه عنف نفسي جاني، يعني حتى ما بيوصلوا للعنف الجسدي وبيعتبروه تعنيف. انت ليه اكلت كف؟ هلأ يعني هو كان احتد الحوار بيناتنا وصار هذا الموضوع. بس هذا شيء كتير يعني، لكن أنا علاقتي بطليقي كانت علاقة كتير علاقة عادية مثل أي اثنين عايشين ببيت بعض. وما بدي أقول أنه ما بدي أن أرسم مثاليات وأقول أنه لا، أنه أنا بحياتي ما تقاتلنا. لا، تقاتلنا وتعايطنا وقلت لك وممكن وأكلت كف منه وأكل عضة مني. بس أكيد هو ما له علاقة بالتعنيف، بالعكس كان هو علاقة، هو كان زوج بمطارح كتير صالح وبمطارح كتير كان منيح، بمطارح كان عدم التفاهم. ممكن نحن هي الطريقة اللي كنا مثل ما بيقولوا ننفذ غضبنا أو نطلع طاقتنا السلبية. بس تعنيف شيء مختلف تماما. هل الخيانة كان سبب الشرخ والانفصال؟ لا، يعني هو اللي صار كان سبب الانفصال كان قلت لك عدم تفاهم. عدم تفاهم وصول لنقطة مشتركة عودة. يعني صارت مثلا صارت الشغلات اللي بحبها أنا هو ما بيحبها، وشغلات اللي هو بيحبها أنا ما بحبها. فما بقى في نقطة، صار في تباعد تماما. اليوم جاني أسبر، شو ناقصك؟ ناقصني الاستقرار والأمان. ما عندك إياه؟ الاستقرار. لا. مش شغل، مش لا، الاستقرار هو العيلة. بتكون هو الرجل، هو الرجل، هو المقومات كلها تبع العيلة، انه يكون في حدا اتسند عليه. شو مواصفات الرجل الشريك اللي بيأمن لك هالاستقرار؟ رجل، يكون رجل فقط، ما ذكر رجل. في يكون رجل معنف، في يكون رجل لا بخيل رجل، لا في يكون رجل ثري جميل. رجل ما ممكن يكون معنف. رجل ما انه رجل بيكون معنف. رجل بيكون انه إنسان بقدر اتسند عليه. يعني هل بهمك يكون ثري؟ لا. جاني آخر سؤال بدي أسألك إياه. ليلى اليوم جاني أسبر ما أخذت هيدا الدور اللي كرسها، يعني نجمة عندها، ممثلة عندها تقل. يعني أنا برأيي لازم تسألي المنتجين والمخرجين. يعني هي فرصة أنا أكيد عم بستناها. اللي بتصور بعد 20 سنة يعني أكيد أنا حمل هيك أدوار، بس يعني أنا بانتظار هذا الشيء. ناطرة فرصة بمسلسل، بعمل عربي مشترك، يا ريت. أكيد. مثل الهيبة، مثل أكيد أكيد. يعني أنا بتصور مسلسلات مثل الهيبة، مثل مسلسلات مشتركة، أكيد هو حلم أي ممثلة، لأنه هن المسلسلات عندهم مقومات إنتاجية إخراجية كسيناريو، يعني مسلسل كامل، فأنت بتجي على المسلسل بس تمثلي. دقيتي بويب منتجين؟ لا، الممثل بدق ابواب، الممثلات بدق ابواب، مو غلط يدق ابواب، احيانا يذكروا بحالهم بظل هالعجقه الكبيره، بس انا لسه ما صار هذا الموضوع. جاني أسبر، هل انت سعيده بوجودك؟ هيدي مجامله، هيدي مجامله. تسلمي، وانا بوجودك حبيبتي بحياتك. انت سعيده؟ يعني نوعا ما، مو دائما، اكيد مو دائما، لانه الشيء اللي مرقنا فيه بهالعشر سنوات
أكيد سحب منا كتير طاقة من السعادة. شكراً لإلك جاني. شكراً لكم، شكراً للبروجرام الحلو ولكل القائمين على البروجرام. ناطرينك بكل شيء جديد. أهلا وسهلا. اللي حكيته جاني بكل هدوء، بكل رصانة، بكل رواء، لكن فعلاً مثير للجدل. يعني بمحلات هي امرأة متحررة، هي امرأة مناضلة بالحياة، هي امرأة مستقلة، وبمحلات قالت أنه ما في مشكلة امرأة تتعرض للعنف، تتعرض لكف أو لخيانة، ممكن تسامح أو لازم تسامح لتحمي بيتها. طبعاً هيدا التصريح راح يثير كتير من الآراء المختلفة وراح يثير الجدل، خصوصاً جمعيات حقوق المرأة. وهيدا الموضوع بيحمل وجهات نظر. أنا شغلتي هون أنه أنقل القصة، ما أحكم، ما دين، يمكن حط علامات استفهام وضوي على الموضوع، والحكم لألكم.